عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. جيتكم بفيديو جديد. اليوم غادي ندير معكم واحد الصوبه خفيفه. كنديرها هي بثلاثه ديال العناصر، ولا بغيتي ديروها بجوج. انا زدت فيها هاد القرعه، كندير خيزو والبطاطا، وغندير حك هاد سميتو شكايطو سكنجبير خضر، تيعجبني حتى هو، كيجي وكتعجب الدراري بزاف عندي هاد الصوبه هادي. سهلة، ما فيها حتى شي حاجة. كنقبطو هادشي، كنقطعوه. المهم غنجيبو الكوكوط قدامكم وغنقطع مباشرة. كنقطع البطاطا هكايا طريفات. المهم الدراري اللي ما كتعجبهمش الخضرة في الطياب ولا هذا، تدخلها لهم هنايا بحال هكا الصوبة. بحال دابا انا عندي واحد البنت ما كتاكلش هادشي كله طايب، ما كتاكلش الا من غير بطاطا، ولكن كتعجبها هاد الصوبه بزاف. كندخلها بعدا فيها تخيزو والخضر. الحقيقه بغاتها هي بالبطاطا وخيزو. انا كندير بعد نوبات كلشي كنديرو، كندير الخضر اللي كانت عندي كامله كنديرها. ايوا كعارفين حنا كنتبعو هي الوليدات شنو كيبغيو. دابا تنقطع الخيزو حتى هو. حيت فتيها تخيزو خليتو بكلشي ديالو. المهم كنقطو هاد القرعة هادي حتى هي كنقطعها صافي. غادي نقبط هاد سكنجبير، غادي نقطعو. كنخلي كنغسلو مزيان ونخليه بالقشور ديالو حتى الطياب. انا كنحكو بالقشور ديالو، كنغسلو مزيان مزيان وكنحكو في الطياب. الطياب كيجي رائع، واحد المريقه كتجي ما نقول لكمش. ان شاء الله غنصوب معكم شي اكله وغندير فيها هذا، كي كتجي المريقه ديالو لذيذه بزاف وصحي. الا تصيبوا ديروا هذا احسن من الاخر. ايوا هادشي اللي غنقول لكم. دابا غادي ندير معكم العطريه. انا كندير لها شويه ديال الابزار هكا. المهم داكشي على حسب الطوق، انا كيبغي لي شويه ديال هاد الابزار وداكشي. غندير شويه ديال الزعفران، مبقاليش الخرقوم، انا كندير لها الخرقوم هكا. وعندي واحد الضامه ديال الدجاج، غادي نديرها لها هكايا فرتو. والمليحه هانتوما على حسب، من بعد على التندوق باش ما قال لك المساسه من الكياسه. وندير واحد نقيطه ديال الزيت هكا بلديه عندي وصافي. غادي ندير لها الماء، غادي نمر عليها الماء. صافي، وغادي نشد عليها ونديرها طيب. من نحسب الخضره طابت غادي نجبدها معكم ان شاء الله، نكملوا تتمه الفيديو. ما البنات هي اللي طابت وخليتها بغدات شويه باش ما نخليش نطحنها كرسونه كما كتشوفوا. غادي نقبطوا ليها هاد الميكسور هادي، اللي عنده مونين اكسيديرا واللي ما عندوش يديري. هادي سهله دغيا دغيا، وكطحن هادشي دغيا مزيان. Thank you.
المهم البنات انا غندير فيها اللي عنده لاباش كيري ديك لاباش كيري اللي بغى اللي عنده هادي. انا عندي هذا غندير واحد المعلقه ديال الفرماج فيها ونعاود نخلط مزيان. المهم البنات هانتوما كي كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. غادي نزيدها واحد شويه ديال الماء صافي. اللي بغى يخليها هكا يخليها تقيقله واللي بغى يخففها شي شويه شويه غنزيدها واحد شويه ديال الماء طايب. هانتوما صافي. وغادي نرجعها فوق العافيه فوق البوطه تغلي واحد جوج غليات ولا ثلاثه وندوقها الملحه ونشوفوا واش هي هذيك الملح والمسائل كامله ونرجع معكم ان شاء الله تتمه الفيديو. المهم هذه هي الصبه ديالنا هي وجدات تجي على هذا الشكل هذا. انا درت لها شويه ديال المعدنوس من الفوق اللي بغى يدير لها شي حاجه يديرها. انتم كتشوفوا كتجي هكا اللي بغى يخليها ثقيله ثقيله ولا اللي بغى يخليها. المهم هذا القوام ديالها احسن هو هذا القوام. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو وينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه لهاد الصبه راه صحيه للوليدات تعطيوها لهم لا الكبار ولا كل شيء بالنسبه فيها الخضر. المهم البنات الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل ديالكم والاصحاب باش تعم الفائده. وهكا يكون تسالية الفيديو ديالي وينال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم على المتابعه مع فيديو جديد ان شاء الله.